Je suis favorable à un certain nombre d'engagements. Les membres du commando Erignac encore détenus ont été tirés de cette situation d'incompréhension et de confrontation. C'est un sujet éminemment politique. Une solution politique équilibrée, acceptable par l'ordre. Vos déclarations avec beaucoup d'espoir. 50 années d'incompréhension. Et 4 scrutins succès d'autres îles de l'Union européenne. بركة الشرفة المغاربة الأحرار حافظت القرآن ما كانش اللي قرب من جيتهم وخرجت لي طريفة. الانفصال والمطالبة بالحكم الذاتي المعمق يدق باب فرنسا ويدق باب إيمانويل ماكرون. حلقة اليوم مهمة جدا وفيها الكثير من المقاطع اللي غتقربكم من الصورة باش تعرفوا أنه ماشي المغرب بوحده اللي كيعاني من محاولة تقسيم البلد، بل كل الدول المتورطة في دعم البوليزاريو وإطالة المسار ديال القضية المفتعلة تتعرض اليوم لنفس السم اللي حاولوا يشربوه المغرب. الجزائر ماشي عندها مشكله واحده الانفصال، عندها مشاكل ديال الانفصال، الطوارق، الازواج، القبائل وزيد وزيد. واليوم غنشوفوا كيفاش انه الشعب يعيش داخل الجمهوريه الفرنسيه انفصالي يريد التحرر ويطالب بالحكم الذاتي المعمق. وغتسمعوا شهادات حيه من البرلمان ديالهم، وايضا غتسمعوا القرار ايمانويل ماكرون اللي قالوا اليوم في الصباح هذا على هاد المطالب ديال الحكم الذاتي والانفصال. واكيد بزاف منكم غيتصدم من هادشي اللي غيسمع اليوم والشبه ديال هادشي اللي وقع في فرنسا مع القضيه المفتعله عند المغرب. بقاو حتى لاخر الفيديو، راه مهم باش الشعب المغربي يعرف انه ما يقع للمغرب داخل في السياسه خبيثه ديال الغرب وكيفاش المجتمع المغربي خاصو يتعامل مع هاد الامور. المقاطع اللي غتشوفوا اليوم راه من زيارة إيمانويل ماكرون ديال الصباح إلى برلمان جزيرة كورسيكا التابعة حاليا إلى فرنسا. وكيف ما كتشوفوا المسؤولين في كورسيكا بدأوا الجلسة ديالهم باللغة الكورسيكية ماشي الفرنسية، اللي بعيدة كل بعد عن اللغة الفرنسية وقريبة أكثر للغة الإيطالية. وتجي فرنسا ولا شي دولة كتقول لنا لا الصحراويين ما كيشبهوش المغاربة، اش جاب الجاب؟ وهما كيتكلموا العربية كلغة رسمية بحالنا بحالهم، واللهجة الحسانية الحمد لله بفضل الرؤية الملكية دائما السباقة دخلت اللهجة في الدستور ديال المغرب، عكس اللغة الكورسيكية اللي مازال كيطالبوا أنهم يعترفوا بها. بسرعة غادي نعطيكم لمحة تاريخية باش الناس اللي ما عارفينش القصة ديال جمهورية كورسيكا يعرفوها. هي جزيرة شمال ساردينيا التابعة لإيطاليا، وجغرافيا وثقافيا ولغويا كورسيكا أقرب لإيطاليا من فرنسا. محاولات استقلال الشعب الكورسيكي راه بدات في القرن الثامن عشر بقيادة الكورسيكي باسكوالي باولي، اللي دار ثورة ضد الاحتلال الفرنسي اللي بدا منذ سنة 1768. حتى الأسماء ديالهم باولي وداكشي أسماء إيطالية أكثر من أنها تكون فرنسية. بقات الحركة الاستقلالية الكورسيكية مستمرة حتى لسنة 1991. في هذاك الوقت فرنسا أعطاتهم نوع من الحكم الذاتي ولكن مع صلاحيات محدودة. في السنة الماضية كانوا احتجاجات ديال الشعب الكورسيكي اللي خرج للشوارع ضد فرنسا المحتلة وكيطالب بالاستقلال، وكان تبادل ديال العنف وكان مقتل ديال شخصين. مباشرة فرنسا فتحت مجال التفاوض مع جمهورية كورسيكا المحتلة باش يوقفوا هذيك الثورة. هادشي بطبيعة الحال متأكد أنه بزاف منكم غيسمعوا لأول مرة، لأنه مع الأسف الإعلام ديال بلادي ناعس وما دارش خدمته. مثلا القناة الفرنسية 24 كل نهار الصخرة الغربية الصخرة الغربية الصخرة الغربية، وحنا كنساعدوهم وكنخبيو الخنز ديالهم في فرنسا، وبإذن الله وبالدعم ديالكم غنكونوا حنا الإعلام البديل. كانت هذه لمحة سريعة باش تفهموا علاش كنتكلموا، واللي بغى يعرف أكثر يبحث في الانترنت باش يكتشف هذه القضية ديال كورسيكا. في الزيارة ديال إيمانويل ماكرون كان معاه وزير الداخلية ديالو، وكيف ما كتسمعوا المسؤولة الكورسيكية راه كتقول لهم مباشرة حنا شعب وانتوما في فرنسا راه شعب. الغريب في الأمر أنه واحد الدولة هوك، واحد الدولة حدانا دولة طاكوسية، جابت صفر في التصويت ديال الكاف
معمرنا سمعنا كدعم هاد الشعب ديال كورسيكي المسكين في تقرير المصير ديالو. بالعكس اليوم في الصباح استقبل كدبون السفير الفرنسي الجديد وبداو كيطبلوا للعلاقات الفرنسيه الجزائريه. قالك حتى هادشي اللي كيدير كدبون من نشاطات تزيدوا على محاولات كدبون الهاء بصبع على الهزيمه النكراء والاهانه اللي تعرض ليها في الكاف وصفر صوت. علاش الجراروة معمرنا سمعناكم كدعموا الشعب كورسيكا ضد المحتل الفرنسي مع العلم انه كنتو كتقولوا حنا في ازمه مع فرنسا؟ فين هي المبادئ ديالكم في دعم الشعوب اللي كاينه في الدستور الجزائري؟ ها هو الشعب الكورسيكي ما عنده لغه بحال الفرنسيين، ما عنده ثقافه بحال الفرنسيين، ما عنده حتى قرب جغرافي مع فرنسا. ونسيت واحد معلومه مهمه ما قلتهاش، لفتره وجيزه انفصلت فعلا جمهوريه كورسيكا وكانت كتحكم راسها عن فرنسا لسنوات قليله، ولكن رجعات فرنسا احتلتها. ماكرون غضبان وجلس كيسمع تما في القاصح. سمعتي يا فرنسا؟ قال لك الهويه ديالهم في كورسيكا بعيده كل بعد على فرنسا. طبيعه الحال هذه محاوله ذكيه من الشعب الكورسيكي والمسؤولين ديالو، لانهم عارفين ان ايمانويل ماكرون هو اضعف رئيس في فرنسا، فهذه فرصة ومناسبة أنهم يأخذوا منه أكبر عدد من الامتيازات قبل ما يمشي بحاله. Alors que des études ont démontré la relation positive entre dévolution fiscale et performance économique, sociale et même environnementale, il n'a pas été aisé dans notre histoire récente de poser et de porter le projet d'une autonomie pour la Corse. Cette revendication est vieille d'au moins un demi-siècle. Dans ce laps de temps, les évolutions institutionnelles qui se sont succédées se sont révélées trop timides et n'ont jamais permis de compenser ces difficultés structurelles. Elles n'ont jamais pris la pleine mesure de notre souhait de reconnaissance. Pire encore, elles furent arrachées au prix de ce qu'il convient d'appeler un conflit politique meurtrier. سمعتوا اخوتي المغاربه، فرنسا تعاني من محاوله الانفصال وقضيه كورسيكا عندها اكثر من نصف قرن على الاقل تيطالبوا بالاستقلال ديالهم وتيطالبوا بالحكم الذاتي على الاقل. حذاري المطالبه بالحكم الذاتي راه كدار من الاحزاب فقط، اما الشعب ديال كورسيكا في الشوارع كيف ما السنه الماضيه راه يطالب بالانفصال وانشاء دوله اوروبيه مستقله عن فرنسا، بغاو يديروا بحال دوله مالطا. الفرق اللي كاين بين قضية كورسيكا مثلا وبين القضية الوهمية ديال ساندالستان هو ان الشعب الكورسيكي المسكين ما كاينش شي حد كيدعمو بالملايير كيفما الجزائر مثلا كتدعم مرتزقة البوليزاريو. لو كان عند كورسيكا هاد الدعم الهائل بالملايير الدولارات كون راه قضية كورسيكا في الامم المتحدة، ولكن الجزائر الجبانة والضعيفة ما كتقدرش على دعم شعب كورسيكا ضد فرنسا رغم ان المبدأ ديالهم في الدستور كيفرض عليهم يدعمهم. ما يمكنش يعاودوا الخطا في الجزائر اللي داروه في الاول. الا درنا اليوم استفتاء ديال تقرير المصير للشعب الجزائري غادي يختار الانضمام الى فرنسا بلا ما يفكر. كنت اسف انه الاعلام ديالنا ما تيواكبش هادشي اللي كيوقع في فرنسا وما تيعرفش الشعب المغربي بهاد المشاكل، لدرجه انه اغلبيه الشعب المغربي كيعتقد فعلا انه الوحيد اللي عنده هاد المشاكل من هاد النوع، وهذا خطا. الفرق هو انه كلشي مركز على الامبراطوريه المغربيه اعلاميا وسياسيا واموال خياليه جزائريه صرفات لاطاله امد النزاع المفتعل. Monsieur le président, deux générations se sont écoulées depuis les événements d'Aléria en 1975 et les luttes engagées depuis lors. Nombre d'entre nous ici sommes les filles et les fils de ces premiers autonomistes, de ces premiers nationalistes corses. Une génération s'est écoulée depuis l'assassinat du préfet Erignac en février 1998, traumatisme collectif qui endeuilla tout autant la Corse que la République. حتى التواريخ سبحان الله العظيم تحيلون على قضية المغرب المفتعلة. حتى هما عندهم سنة 1975، ولكن في ذاك الوقت المقبور بوخروبا علاش مدعمش محاولة استقلال جمهورية كورسيكا عن فرنسا؟ حيث ما كانش مثالي، كان مفقوس ومشغول بالصخرة الغربية اللي ولات صخرة في صباط الجزائر. أين أنتم المبدأ ديالكم ديال دعم الشعوب في تكرير عصيرها أو تقرير مصيرها؟ تقريبا قضية كورسيكا عندها نفس السنوات القضية المفتعلة اللي داروا المغرب ديال ساندالستان، وراكم سمعتوا المسؤولة شنو قالت. حنا أحفاد الاستقلاليين، استروليا مزيان على هاد الكلمة الاستقلاليين،
وهادشي اللي غيوقع اليوم راه غير مرحله من مراحل محاوله شعب كورسيكا الانفصال عن فرنسا المحتله. خاص فرنسا في نطاق الديمقراطيه تعطيهم فرصه لتقرير المصير ديالهم، وكيف ما سمعتوا ها هي نفس فرنسا كتقتل الاستقلاليين وكتسجنهم وكتعذبهم. قتلوا واحد في 98 وقتلوا الاخر غير مؤخرا السنه الماضيه. اين هو الاعلام الفرنسي اللي كيصد علينا راسنا بالصخره الغربيه؟ اين هو الاعلام الجزائري المرتزق الجبان؟ ياك تتغنيو على فرنسا في النشيد الوطني ديالكم وبينوا لينا، ولا تخافوا ما تحشموا. ولاحظتوا في الكلام ديال المسؤوله الكورسيكيه على انها دائما كتهضر على اساس انه كورسيكا راه دوله وفرنسا راه دوله واحده اخرى. La jeunesse corse actuelle n'est pas contemporaine de ces événements. Et pourtant, c'est elle qui en mars 2022 à la suite de l'assassinat d'Ivan Colonna a été la première pour dénoncer ce que la considérait comme une énième injustice. Cette jeunesse, celle de nos enfants, milite aujourd'hui encore contre la spéculation foncière, pour la reconnaissance du peuple corse et la co-officialité de la langue. Car le ressenti de dépossession est immense. فرنسا قامت باغتيال مناضل انفصالي كورسيكي في السجن، وحتى حد ما سمع به ولا دار ليه التغطية الإعلامية مع الأسف. هنا أنا ما كنلومش المغرب، حيت إلا لمت المغرب على عدم دعم الانفصال في فرنسا، فراني ما فاهم حتى شي حاجة في السياسة. وما فهم والو في مبادئ المملكة المغربية العريقة. الإمبراطورية المغربية على مر التاريخ دولة تعتمد السياسة الخارجية ديالها على وحدة الدول في العالم ولا تدعم الانفصال. أنا هنا كلامي موجه للمجتمع المدني والإعلام الخاص اللي ما عنده حتى علاقة بالدولة وبالقرارات ديال الدولة وسياسة الدولة. أما المغرب كيف ما دار في استفتاء كاتالونيا مؤخرا ووقف مع وحدة إسبانيا لن تغير أبدا المبادئ ديالها. حنا ماشي دولة طاكوسية كنطبقوا المبادئ على حساب حالة الطقس. وهنا بين قوسين أعاتب بعض الناس اللي كيقلبوا على الربح السريع في اليوتيوب وكيديروا بعض العناوين اللي كتغلط الرأي العام المغربي، مثلا بحال المغرب كيفتح ملف القبائل في الأمم المتحدة. هاد العناوين بالدرجة الأولى راه كتضرب بلادك قبل ما تكون كتضرب الأعداء ديالك. المملكة المغربية ما عمرها غتفتح ملف القبائل في الأمم المتحدة، وعمرهم غيستقبلوا الانفصاليين داخل المغرب. فرحات مني كيزاوق وكيطلب دائما يجي يفتح قنصليه في الصحراء المغربيه وما كيديها فيه حتى شي واحد، لان المغرب دوله كتحترم المبادئ ديالها والسياسه الخارجيه ديالها باينه وواضحه ومعروفه عند الجميع. فمنين كدير بحال هاد العناوين فانت كتغلط الراي العام وكتكذب عليه. اللي وقع هو انه الاسد عمر هلال جفف بالجزائر ودار واحد الرد على مداخله الجزائري، وقال لي في نطاق المداخله الشفهيه ونطاق الرد انه الا نتوما عزيز عليكم تقرير المصير طبقوه عندكم داخل الجزائر، يعني عطاه مثال بالقبائل، وهادشي ما عنده حتى علاقه بالعنوان ديال المغرب كيفتح الملف ديال القبائل في الامم المتحده. اليوم خاصنا كمجتمع مدني نديروا الحقوق لفرنسا والاعلام الخاص ديالنا حتى هو يتحرك. ياك ماكرون تيقول للافارقه والرؤساء افارقه ان هذاك الاعلام الفرنسي بعيد على الدوله الفرنسيه وهو ماشي مسؤول عليه، حتى حنا نديروا نفس الخطه، حنا والاعلام ما عندنا حتى علاقه بالدوله المغربيه وما مسؤولاش علينا. ها هو الشعب الكورسيكي دار ربعه الاقتراعات محليه وكلهم تاكدوا على انهم باغيين الحكم الذاتي عن فرنسا. فعلاش مثلا ما سمعناش الجزائر كتدعم هذه الخطوه هذه؟ راه قلت لكم اش زرار وديك النهار، غير بدلوا هذاك المبدا وديروا بلاصه مصطلح الشعوب كتبوا الجزائر تدعم تقرير المصير ديال ساندالستان بوحدها، حيت راكم غير كتفضحوا راسكم وكتبهدلوا براسكم وبلادكم. ها هي فرنسا اللي بسببها عندنا مشاكل في الصحراء الغربيه المغربيه والصحراء الشرقيه المغربيه، واللي كترفض الاعتراف بالحق ديالنا. ها هي ولات كتعاني من محاوله الانفصال والمطالبه بالحكم الذاتي الموسع كمرحله اولى. D'espoir déçu et de drames individuels et collectifs. 50 années, un demi-siècle. Il est temps, il est grand temps aujourd'hui de donner à cette jeunesse corse les moyens d'assurer les conditions de sa propre existence, voire de sa survie. Faire face aux défis globaux, tout en maintenant vivantes ses valeurs et son identité plurielle dans une Corse apaisée. Décomplexée dans sa relation à la République française et passionnément européenne, riche de ses atouts et de ses opportunités de développement durable,
et inscrite résolument dans son destin méditerranéen. سمعتوا مزيان، كورسيكا هادئة لها علاقتها مع جمهورية فرنسا. نصف قرن والشعب الكورسيكي محتل من فرنسا الاستعمارية، والمنتظم الدولي مع الأسف ساكت وكيشارك في هذه الجريمة، وكاع الدول اللي مصدعانة بدعم الشعوب في تقرير المصير ديالها بحال الجزائر، كوبا، فنزويلا، جنوب إفريقيا، كيجيو عند ماما فرنسا وكيسكتوا، وحتى فرنسا كتسمح الراسة أنها تعطينا الدروس ديالها. Massif de la délibération autonomie le 5 juillet dernier doit permettre à la Corse de rester la Corse et de devenir le territoire autonome qu'elle doit être. باش نحطوا في الصوره لان هذه النقطه مهمه جدا وخطيره جدا. السياسيين في كورسيكا كيطالبوا حاليا بتغيير الدستور الفرنسي باش يعطيهم صلاحيات اوسع يحكموا كورسيكا بعيدا عن المركزيه الفرنسيه ويديروا القوانين ديالهم. هاد الحكم الذاتي كيعتبروه مرحلة أولى وخطوة أولى تماما كيف موقع في كاتالونيا اللي عندهم الحكم الذاتي الموسع، بحال إلا قلتي كاتالونيا راه دولة داخل دولة إسبانيا، ولكن كيف ما كتشوفوا حاليا راهم تيطالبوا بالانفصال. وهاد التجارب اللي كاينة في إسبانيا واللي كاينة في فرنسا ديال محاولة الانفصال راه غتفيد المغرب بزاف. أصلا المغرب منين اقترح الحكم الذاتي فهو لاح عضية من الجزائر والرضيعة ديالها وحطهم في مأزق كبير في الأمم المتحدة، حيث ما عارفين اصلا ان الحكم الذاتي اللي كيتكلم عليه المغرب هو جهويه موسعه فقط. والمغرب كيف ما كتشوفوا راه اقترح واحد الحل اصلا دول اوروبيه كتطبقوا من شحال هادي بحال اسبانيا، وهي فرنسا غدا في الطريق. يعني راه بحال المغرب بحال اسبانيا بحال فرنسا، وما كاينش شي دوله في هاد الدول تقدر تزايد علينا لانها تعاني من نفس المشاكل، بل من المشاكل اصعب من مشاكل المغرب. حنا كيف ما كان الحال طارو نزلو ماشي دوله ديمقراطيه، غير استغلوها الانفصاليين باش يبدلوا الدستور كيف ما كتحاول كاتالونيا في اسبانيا او لا في فرنسا. هادشي راه ميمكنش يوقع في المغرب. المغرب اصلا تيخدم على جهويه موسعه في كل المغرب، وراه خدامين فيها حاليا اللي بغى مرحبا، اللي ما بغاش يمشي يشرب من البحر قبل ما ينشفوا كذبوا. La deuxième, travailler ensemble à construire une solution politique équilibrée, acceptable par l'ensemble des partis en Corse comme à Paris. أكيد غتكونوا ابتسمتوا فاش سمعتوا المسؤول الكورسيكي تيقول حل سياسي، نريد حل سياسي يرضي الطرفين. واش هادشي ما كيفكركمش بالقضية ديال الصحراء المغربية في الأمم المتحدة؟ هيا فرنسا بلا ما تعيق تيوقعوا ليها نفس المشاكل ونفس التفاصيل وبنفس التواريخ وبنفس المصطلحات وبنفس المطالب. وفرنسا وحتى الجزائر معها بالرؤساء ديالهم اللي كل واحد فيهم تضرب على المصلحة الشخصية ديالو، راهم مهددين بالانفصال أكثر من المغرب وإسبانيا اللي هما مملكتين. راه كون فرنسا والجزائر يعرفوا المعنى ديال الشرفة في المغرب والله ما يقربوا جيتنا ولا يقلقونا، ولكن ما غيفهموا فيها والو المغاربة بوحدهم في هذا العالم اللي عارفين المعنى ديالها. Vous l'avez dit, cher Président, c'est un sujet éminemment politique et il exige une réponse politique. Je suis convaincu que nous sommes à un moment historique. Nous le sommes parce que nous avons su cheminer sur tous les sujets que je viens d'évoquer ces dernières années. Nous le sommes parce que vous appartenez, ici, à la tribune comme au balcon, à des sensibilités et des formations politiques diverses, mais à des générations qui avaient connu le pire. Nous le sommes parce que ces derniers mois, tous ensemble, vous avez su éviter le retour du pire. Avec un esprit de responsabilité et un sens du devoir qui interdisent l'indifférence ou le statu quo. حتى مصطلح لو ستاتو كو اللي كنسمعوه في الصحراء الغربية المغربية كنسمعوه أيضا عند فرنسا حاليا، وهو ما يعني إبقاء الحال على ما هو عليه. داكشي اللي فرنسا كديرو مع جمهورية كورسيكا، كتخلي الحال على ما هو عليه. ومنين كتسمعوا ماكرون تيقول لقد تجنبنا الأسوأ، لأنه في السنة الماضية كانت انتفاضة شعبية قوية ديال كورسيكا وكانوا تيطالبوا بالاستقلال وتقرير المصير، ما كانوش كيطالبوا بالحكم الذاتي. وحاليا إيمانويل ماكرون غير تيعطيهم في حقن مهدئة وتيربح الوقت فقط، لأنه متخوف من ثورة ثانية إلا بدات ما غتوقفش هاد المرة. besoin de davantage de liberté, de la reconnaissance de son identité, de sa singularité insulaire et méditerranéenne. Et c'est cet enracinement dans notre histoire commune et cette reconnaissance qu'il faut tenir ensemble.
pour sortir de cette situation d'incompréhension et de confrontation, de défiance et de ressentiment. Et il y a souvent eu de l'incompréhension, parfois de l'indifférence, dont nourrit le ressentiment qui peut conduire jusqu'à la violence. C'est pourquoi le moment que nous vivons impose une véritable reconnaissance. Pour sortir du face-à-face, il faut épouser la complexité de cette histoire et ouvrir une page nouvelle. Je suis favorable à ce qu'une nouvelle étape soit franchie. الرئيس الفرنسي عارف أن الوضعية الاقتصادية والسياسية لفرنسا سيئة جدا، وإلا فتح عليها جهنم ديال كورسيكا غيكون الوضع أسوأ، وهو ما مستعدش لشغب جديد في الشوارع ممكن يندلع في كل فرنسا. فداكشي علاش يحاول بالطريقة ديالو أنه يتلاعب بمطالب الكورسيكيين ويربح الوقت فقط، حتى يخلي هاد القنبلة الموقوتة في فرنسا للرئيس اللي غيجي مورا. وعلاش قلت لكم هذه القضيه؟ لانه الا لاحظتوا في الفيديو ايمانويل ماكرون منين تيكذب دائما تيحك راسو لوجهه، وهذا الشيء اللي دار فاش قال لهم ان موافق على هذه الخطوات. الرئيس الفرنسي ولا مفضوح ما تيستطعش يخبي حركات الجسم ديالو اللي كتفضحو منين تيكون تيكذب. هو كيف ما سمعتوا مستعد يلبي بعض الطلبات ديال الشعب الكورسيكي في نطاق حكم ذاتي ولكن تحت المركزيه الفرنسيه. Dès le début de cette démarche, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements. Les membres du commando Erignac encore détenus ont été transférés au centre pénitentiaire de Borgo, souscrivant à une demande ancienne de leurs proches. L'inspection générale de la justice a publié un rapport et les parlementaires ont conduit des travaux importants, faisant toute la lumière, sans tabou ni déni, sur les conditions de l'assassinat d'Ivan Colonne. Cette page tragique de notre histoire commune doit être définitivement refermée dans le respect et la force de la vérité. فرنسا تعتقل تحتجز تعذب تسجن تقتل داخل السجن وفي الاخر كتجي تبغي تعطي الدروس للافارقة او الدروس الى المغرب. داكشي اللي دارته فرنسا في الانفصاليين في كورسيكا ما داروش المغرب مع البوليزاريو، ومع ذلك فرنسا كتجي تعطينا فيها الدروس وتجي تبجح بالمبادئ ديالها. ولكن اللوم علينا احنا كمجتمع مدني وكاعلام خاص ما كناش كنسلطوا الضوء على الفضائح ديال فرنسا، لدرجه ان بزاف المغاربه كانوا كيعتقدوا فعلا ان فرنسا دوله متكامله ولا تخطئ ومستقره ومتقدمه، وكانوا كيقبلوا منها الدروس. Je suis favorable à ce que les spécificités de la communauté insulaire corse soient reconnues dans la Constitution au sein d'un article propre, celle d'une communauté insulaire, historique, linguistique et culturelle. كما قلت لكم سابقا ايمانويل ماكرون تينعسهم ويقدر يربح معاهم سنوات في المفاوضات اللي بداهم من السنه الماضيه على هذا الفصل اللي غيكون في الدستور الفرنسي واللي غيخلي منطقه كورسيكا عندها معامله خاصه مختلفه على المناطق او المقاطعات او المدن الفرنسيه. ثقوا بيا ماشي هادشي اللي باغي الكورسيكيين كشعب، الشعب باغي الاستقلال، ولكنهم كمرحله اولى غياخذوا اكبر عدد من الامتيازات الدستوريه الفرنسيه مع هذا الرئيس الماكروني الضعيف. بركة الشرفة المغاربة خدامة وحنا ما عندناش مشكل مع الشعب الفرنسي، بالعكس كنحترمه كل شعوب العالم من غير واحد الشعب اللي هوك اللي ما كيحترمناش. حنا عندنا مشاكل مع الدولة الفرنسية اللي كتدخل في المغرب واللي كتدخل في شؤون المغرب وعدم اعترافها بوحدة المغرب، واللي هي أصل المشاكل ديال الصحراء الغربية المغربية والشرقية. كيفما المغرب يعترف بوحدة فرنسا ولا يدعم الانفصال لا من بعيد ولا من قريب لا في كورسيكا ولا في غيرها، كنتظروا من الدولة الفرنسية تعاملنا بالمثل. عارف أن المخابرات الفرنسية كتفرج فينا كاملين وكتبنى التحركات على تحرك الشعب المغربي والرسالة غادي توصل. وخذوا المثال غير مع إسبانيا، كنا معاهم في أزمة وكنت أنا شخصيا تنهاجم إسبانيا وخا أنا ساكن في إسبانيا. سالت الأزمة بتغيير تاريخي في الموقف الإسباني ديالهم، حتى حنا حبسنا وشخصيا حتى أنا حبس. المشكلة ديالنا ماشي شعبية مع الشعب الفرنسي، مشكلتنا مع سياسات الدولة الماكرونية الفرنسية المتسلطة والعنصرية. كان معكم حاتم المرابط، السلام عليكم.